يمكن من ميسي نروح لمحمد صلاح نجم ليفربول اللي الحقيقه احتل المركز الخامس لقائمه لاعبي كره القدم الاعلى اجرا في العالم عام 2020، واللي اعلنت عنها طبعا شبكه فوربس الامريكيه المختصه بالاقتصاد. تصدر ميسي نجم القائمه فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في المركز الثاني. ووفقا للتقرير ده صلاح ممكن بيحصل 37 مليون دولار في العام الحالي، بواقع 24 مليون دولار رواتب من نادي و13 مليون دولار من الدعاية والإعلانات. دخل ميسي نادي الرياضيين اللي جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار في مسيرتهم الاحترافية، وده وفقا للتقرير. وهيكون كده ميسي هو لاعب كرة القدم الأعلى دخلا في العالم لعام 2020 بمبلغ قدره 126 مليون دولار، بما فيهم 92 مليون دولار في رواتب لموسم 2020-2021. صحيح، طبعا يمكن ابتدت الارقام بتاعت لعيبه الكوره تقرب بشكل كبير جدا من رياضات تانية كانت الاكثر دخلا على مستوى العالم، زي الجولف، زي الملاكمه، زي سباقات الفورمولا 1، وبنشوف اهو نجوم الكوره بيقربوا بشكل كبير جدا.